من أحسن إلى عباد الله كان سببا في نفعهم، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه، وإذا طلعته من ورطة الله راح يطلعك من ورطة، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ وحتى لو ما هي ورطة في الدنيا يخرجك يوم القيامة من كروبات، كروبات، الله كريم أنت تكرم عباده هو يكرمك، تعطي عباده هو يعطيك، تفرج عنهم يفرج عنك. أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة من يفعل الخير لا يعدم جوائزه لا يذهب العرف بين الله والناس نعم. قال عليه الصلاة والسلام من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته قال عليه الصلاة والسلام إن الخير لا يأتي إلا بالخير قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه